تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كان يا مكان احتكى الله في كل مكان. احتكى مغرب الحكايات، يجمع الروات والراويات من كل بلادات، يحكي وحكاية زمان بكل اللغات كلها عبارة ومعنات. حتى كانت شهرزاد صاحبة الهمة والمقام، تطرز الكلام وتفك العقدة من اللسان، وبالحكمة والقوال ربت الأجيال. حاكت زربية من ألف ليلة وليلة، محبوكة بألف حيلة وحيلة، وبلسان الحكايات بنات الأمام وصنعت الحضارات، نشيد أمجادها في مغرب اللقاءات. لقاءات رؤية جديدة للتراث.